قد يقول القائل هذا خطاب ديني ويصرخ في المجالس ويعول. لا، ليس أمرا دينيا، هذا ليس أمر ديني، هذا أمر تجريبي، هذا أمر واقعي، وإلا فمن أين جاء الاختلاف؟ من أين جاء الاختلاف بين أن يقرأ هذا القرآن فيكون على حال ويقرأ هذا القرآن فيكون على حال؟ من أين جاء هذا؟ هل يمكن للأشياء أن تكون من فراغ؟ هل يوجد معلول بدون علة؟ هل يوجد شيء في الدنيا بدون سببه؟ الواقع يشهد على هذا في كل زمان ومكان. كيف يجي واحد يقول لا والله إذا قلت إذا قرأت الفاتحة رأيت كذا وانفتح قلبك لكذا وترشحت نفسك لكذا وجاءك هذا الحال من كذا، يقول والله فعلت ولم أجد، وهذا الآخر قرأ ووجد، هذا الجار الذي بجانبك قرأ ووجد، فمن أين وجد هذا الحال؟ وكيف تكون في هذا ولم يتكون في هذا؟ بقانون الطبيعة التي يلتزمها بها كل ذي عقل أن الشيء إذا وجد مختلفاً فلا بد أن يكون ذلك لعلة اقتضت هذا الحكم. نحن لا نستثمر أدلتنا الواقعية الوجودية على الوجه الذي يمكن أن يكون مفيداً لنا، هم يستثمرون أقل المفاهيم ضعفاً والأمارات الطبيعية الركيكة التي لا تستقر على حال، ونحن عندما يكون لدينا حجة إلهية واقعية وجودية لأننا تعودنا على بحكم الإلف والعادة أن لا ننظر إلى آيات الله في الوجود، بحكم الإلف والعادة هكذا هو واقعنا، نمر على الأشياء ولا نراها. إذن فهذا أمر يجب أن يثار ويجب أن يبحث عنه، وهو مدخل من مداخل المناقشة والبحث.